وعن تأثير هكذا مصطلحات على أداء ومستوى التلاميذ. سنناقش طبعا هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الأستوديو سيد كمال نوري المهتم بالشأن التربوي. صباحك سعيد سيد كمال. صباح النور أختي هاجر، بداية أسبوع موفقة وعودة ميمونة بالفعل للدراسة للتلاميذ والأسرة التربوية. بالتوفيق إن شاء الله. معنا كذلك عبر الهاتف السيد ربح الوصيف المختص في علم النفس التربوي. صباحك سعيد سيد ربح الوصيف، سأستهل الحديث معك وسنعود سيد كمال نوري نتحدث عن الجانب التربوي كذلك في هذه المسألة. سيد ربح الوصيف، الحديث عن استخدام كلمات استخدامها التلاميذ النهار نقلتها كلمات ومصطلحات مهينة في حق التلميذ. قبل أن أسألك عن تأثير النفسي على التلميذ، ما هي الوضعية النفسية للأستاذ الذي يقوم باستخدام هذه المصطلحات أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، طبعا صباح الخير لك ولضيفك الكريم وكل مشاهدي قناة مأوى. أعتقد كان في يوم من الأيام تحدثنا أنه تذكري هاجر لها النقطة بالذات ولو إشارات خفيفة. أولا سببها لما نقول انتقاء الأستاذ، الأستاذ يجب أن ينتقي، وأنا دائما أصر على كلمة لا سيليكسيون، لازم ننتقي من هو الأستاذ، مش أي واحد حامل شهادة جامعية يمكن أن يكون أستاذا أو معلما أو مربيا. ففيه ملامح وفيه ملمح معين، وقد يكون مهندس، قد يكون في شركة، قد يكون في إدارة، لا يمكن أن يكون مربي، هذه ولد حتى نتفق جميعا عليها. ففيه شخصية الأستاذ، فيه من المفروض ما يكونش كما هنا نقولوا امتحان شفوي، لا، فيه مقابلة، والمقابلة لازم يكون فيه مختصين، ومش مقابلة تاع زوج دقائق. المقابلة سيدة ربح الوصيف كافية حتى تكشف هذه الأمور بالنسبة للأستاذ؟ لا لا، هذا هو المشكل. التنقيط في الإجابة الكتابية، والكتابي لا يعني أنه يعبر على شخصيته، ممكن في طريقة الكتابة الخط يضغط على الخط، لا يضغط، تحرير الكتابة، والأستاذ التاريخ والأستاذ الرياضيات لا يعني طبعا باناليزي لي كريتير اون المام سو بازي ان ريبونس. هذه الاولى، فاحنا نعملوا الجانب المقابله، المقابله اللي المفروض نقعد فيها خلال 5 ايام نقسم الافواج وندير مع مقابله احسن من نهار واحد ونديهم بكل تاع انا بافيت هذه وخلاص راني درت لهم مقابله. هذه هو لانه هذا اجراء في الوزاره، في وزارتنا، في يعني ماهوش صالح يعني. ثم اننا لما نتكلم عن الواقع تاعها كما تفضلتي، الواقع تاعها النفسي والنفسي التربوي الاثنين. فاولا التواصل، لازم ندربوا الاستاذ على التواصل، ندربوا المدرب التواصل البيداغوجي، مش التواصل فقط، التواصل البيداغوجي، لا كومينيكاسيون بيداغوجي، يعني كيف يتعامل، كيف يوصل المعرفه، كيف يحولها، كيف يتكلم مع التلميذ، وكيف يعاقب التلميذ بطريقه تربويه، يستعمل الفاظ معينه بها يعاقب التلميذ. هذه الالفاظ المعينه هي في انواع تشجيعيه، هي تعتبر عقابيه بالنسبه للطالب. فدائما في الجانب البيضاء، في اشغال، في اعمال، في وظائف، طبعا في انك اذا توافقنا رأي السيد ربح الوصيف، يعني ربما ورد في التقرير انه الامر متعلق بالاساتذه الجدد، لكن من خلال ذاكرة كل واحد فينا يعني هذه الأمور كانت موجودة من قبل، واستخدام الأستاذ أو المعلم لهذه المصطلحات كانت واردة وشائعة في المدرسة الجزائرية. بارك الله فيك. شفت، احنا لما نقارن لما كانت واردة، كيف كان المعلم تاعنا هذاك، كيف كان الطفل هذاك، كانت مقبولة، هو نفس الطفل، كانت مقبوله لان نحبوا شغف، المجتمع يريد ان يدرس، كان خرجنا من الاستعمار وكلنا حابين ندرس وكانت الدراسه، فعندنا شغف فنقبل كل شيء من اجل الدراسه. الان تغيرت المعطيات، فيجب ان نستعمل اساليب جديده، مش حتى هذاك الوقت، وبالك فينا بعض الاشياء احنا لا شعوريه كانت تعجب نقرا، بصح كان الان فيه نقول دي سيكال بسيكولوجيك اي بسيكوبيداغوجيك مازالت عندنا، ولو حفزتنا لكن عندنا. ثم انني لما نقولوا الان، نتكلموا الان في البحث، دائما نقول المتغيرات، فلازم نعتمد على المتغيرات. الطفل تاع غير السنه الماضيه غير الطفل تاع السنه هذه، اولا. ثانيا الاسره تاع السنه الماضيه غير الاسره تاع السنه هذه، فرق ما بين الاسره، لان الطفل هو ابن اسره، فماهوش نفس الاسره اللي كانت في السنه الماضيه هي نفسها الاسره اللي السنه هذه، فلازم هذه بكون ناخذوها بعين الاعتبار لما نقارن يعني. فلذا نقول ان الاستاذ لما يستعمل هذه راح يشجعوا بالنسبه ليه، ممكن نية حسنة، قالوا احنا قدرنا بكري نديروا هكا ويتشجع، لا راح تصليو
ينفر من الأستاذ، ينفر من المادة، وهذا هو اللي يشوفوا فيه ما يسمى بالتأخر الدراسي. سيد ربح الوصيف، حتى النتائج تولي ترجع شوية. ممتاز سيد ربح الوصيف، ابقى معنا عبر الهاتف حتى نوازن فقط في النقاش والحديث مع سيد كمال نواري بصفته مهتم بالشأن التربوي. سيد كمال نواري، أواصل في ذات الموضوع، وسؤالي لك هنا، دور كذلك مديرية المؤسسات التربوية، أنت كذلك في نفس المجال كمدير متوسطة، هل يجب أن يسهر هؤلاء على تقديم تعليمات ومعرفة ما يحدث داخل الأقسام؟ هو مدير المؤسسة التعليمية يعلم بما يحدث داخل المؤسسة عن طريق الأولياء. عندما نقول عن طريق الأولياء يعني يقدمون شكاوي ربما تكون شفوية أو كتابية لمدير المؤسسة ليعلمه بأن الأستاذ الفلاني يقوم بهذا التصرفات. لكن خليني نعلق على زميلي المختص في علم النفس التربوي، هو في الاستماع هو هذه الفئة من الأساتذة الذين يقومون بهذا العمل هم فئة قليلة، يعني قليلة ولا تعمم على بقية أو كل الأساتذة. الشيء الذي طالب به هو المقابلة الشفهية. الشيء اللي نعيب عليه هو في المقابلة الشفهية هو أن الذي يقابل الأساتذة في الامتحان الشفوي هم ليسوا مختصين، يعني ما همش اختصاص علم النفس التربوي. إذن من خلال هذا المنبر يعني أتمنى أن يكون في المستقبل أن تكون المقابلة الشفوية من طرف مختصين في علم النفس. ثانيا عندما نقول الأستاذ الذي يتم توظيفه يتم توظيفه عن طريق يعني عن طريق المسابقة، لأن المدارس العليا لم تكفي لتوظيف أو لكفاية احتياجات قطاع التربية، وبالتالي الأساتذة الجدد الذين يتم توظيفهم من خارج الجامعات سيتم تكوينهم يعني لاحقا تدريجيا على عدة قضايا. هذه النقطة التي أريد أن إثارتها، هل التكوين يضم الأمور الأخلاقية؟ لأنه هذا أمر ربما حتى من ناحية الأخلاقية، وصف تلميذ أو أي إنسان بكلمة مهينة أخلاقيا غير وارد. كيف يمكن يعني تدريب الأستاذ إذا كان في فكره أصلا يستخدم هذه المصطلحات؟ يعني إعادة تربية لبعض بين قوسين حتى نستخدم المصطلح، لكن هذا هو المصطلح. لا يمكن يعني إعطاء كلمة أو قول كلمة إعادة التربية، لأن الأستاذ اللي يدخل إلى قطاع التربية أولا راح كفء، لأنه امتحن في امتحان كتابي زائد شفوي. هل يكفي التكوين العلمي؟ التكوين العلمي، لكن الشيء اللي يتكونه هو الشيء اللي يتكونه في الميدان مع المفتشين في الأيام التكوينية التحضيرية البيداغوجية في الأيام في الندوات من زملائه في المؤسسات التعليمية يتعلم. وهذه من المنطق أن يستخدم أستاذ كما أشرت تخرج وكل علم يستخدم كلمات، يعني حتى بعض مصطلحات يصف تلميذ معين بحيوان أو عفوا عن المصطلح، لكن هذا هو ما نقلناه من شهادات. هل هذا أمر طبيعي؟ هل هو ليس طبيعي؟ يعني عندما نجد هو أخلاقي؟ ليس أخلاقي. إذن لما نجد هؤلاء الأساتذة، أنا قلت باللي هم فئة قليلة ليسوا بكثير. الشيء اللي لازم نعرفه هو هذا الأستاذ لما ينجح في الجانب المعرفي يتعلم يكتسب الخبرة من الميدان، يعني تدريجيا. حتى الأستاذ اللي راح ربما خريج جامعة أو المدارس العليا للأساتذة هو أيضا في حاجة إلى تكوين. الفرق ما بين خريجي الجامعات وخريجي المدارس العليا هو نحن نتناول موضوع آخر الآن سيد كمال نواري، حتى لا تكون هو أن الأستاذ خريج، يعني هو الأستاذ خريج الجامعات لم يتعلم أو لم يدرس بعض المقاييس التي يدرسها في علم النفس والبيداغوجي، علم النفس من جانب البيداغوجي جانب التربوي. هو ممتاز في تخصصه، ولكن في الجانب التربوي والبيداغوجي
في حاجه الى التكوين. هذا الشيء يتعلموا مع الوقت من خلال زملائهم من خلال المفتشين. ممتاز سيد كمان نواني، سنواصل الحديث معك مره اخرى سيد رابح نوصيف، مواصله للتاثير النفسي لاستخدام مصطلحات كفاشل او مصطلحات لها علاقه مهينه نوعا ما بالنسبه للتلميذ على مساره ومستواه التربوي او مستواه التعليمي عفوا. عفوا ارجو كان تكوين فقط، تكوين ما حتى يقلع هذا، ما حتى نفرق بين المدرسه العليا وتكوين التوظيف هذا المباشر. يجب ان اولا الانتقاء بين هذول الموظفين، ثانيا لما نقول المدرسه العليا يدرسوا نظرين ويتدربون في تدريبات خلال 5 سنوات او 4 سنوات او 3 سنوات تدريب لعملي مع الطلبة مع التلاميذ، وبالتالي فهم يتدربون على التواصل حتى إذا كان عندهم بعض العادات يقلعون عنها. هما بعد من خلال احتكاكهم، بينما هذا الجدد قد طبعا حتى في المدرسة العليا قد نجد شخص غير متساوي شديد الانفعال قد هذا نقدر نعالجوه، لكن هذا مباشرة من فيه إشكالية وإشكالية كبيرة. فاحنا لما نتكلم الان على الاثر، اثر اكيد سلبيه، وانا ما نقولوش ما نعاقبوش الطلبه التلاميذ، انا نعاقبهم، لكن العقاب تاعنا راح يكون تربوي، يعني اعطيت امثله من قبل، راح يكون تربوي، راح يكون بيداغوجي، فحتى اذا اخطا نستعمل معه. هنا ساسالك كمختص في علم النفس التربوي وفي علم النفس كذلك، ما هو اشد بالنسبه للتلميذ تاثيرا، الضرب ام استخدام كلمات مهينه؟ والله العكس الأشد هو هذا العبارة أشد من الضرب، تضربوا يتوجعوا بعد ينساها، لكن أنه الضرب خفيف أكيد، ولكن أنه يشتم فالشتم يبقى أشوف صورته، هو خاصة في تكوين ذاته وفي تكوين الأنا تاعو وأمام الزملاء، لأنه ناقص أمام الزملاء أمام الآخرين حتى أمام إخوة تاعو، لعنده أخ يدرس معاه فطبعا يشوف نفسه أنه ضيف، مانيش عارفين حتى في البيت كيف يتعاملوا مع الأولياء، بالك هو الكبير يقولوا له دائما أنت ثقيل، لكن هو هذه هي سيد ربح الوصيف. يعتقد البعض حتى ليس الأساتذة فقط أو المعلمين، حتى داخل المجتمع أنه فكرة الإهانة بالنسبة للطفل غير واردة، يعني عندما يتم استخدام مصطلح معين فالإهانة بالنسبة لهم ربما للكبار فقط والطفل لن يشعر بها. والله الإهانة للكبير وللصغير، يعني في الحق يشعر بها الصغير كذلك، المصطلحات الصغير يشعر بها أكثر من الكبير بيناتنا، يعني فهنا مستويات الصغير لأنه يبني في شخصيته، يحب يكون هو المليح، يحب يتفادوا المنافسة خاصة جماعة الرفاق في المدرسة، فبالتالي هذا بكل احنا جوزو مكانته في الجماعة انه ضعيف، وهذا هو المشكل اللي مطروح عندنا الآن، هذا هو المشكل اللي عندنا مطروح، وننسى في بالنا احنا نقدم المدرسة هي نقول هلك نبصر العبارة دي سنوات، هي عبارة على سكنة شغيرة تقدم معلومات ليس إلا. وصلت الفكرة سيد ربح الوصيف المختص في علم النفس التربوي، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة ويومك سعيد وموفق. عودة إليك سيد كمان نواري كمهتم بالشأن التربوي، نفتح محور آخر متعلق بدخول المدرسي أو العودة من العطلة الشتوية اليوم بالمدارس بمختلف طبعا المؤسسات التربوية، نتحدث عن هذه العطلة الشتوية التي تخللتها كانت بنكهة دروس استدراكية، كيف ستقيمون أو تنبأتم كيف سيكون هذا الدخول بعد هذه العطلة التي تخللتها هذه الدروس، ما مدى نجاعتها؟ والعطلة المدرسية يعني هي عبارة عن استراحة للتلميذ، لكن بعض الأولياء يفرضون على الأولاد يعني مواصلة أو دراسة خلال هذه العطلة، وهذا بالنسبة لي خطأ، لأن العمل أو التدريس أو الدراسة خلال العطلة هو عبارة عن دعم بيداغوجي بمثابة استدراك التأخر الذي ربما يكون خلال الفصل الأول بسبب الإضرابات أو بأسباب أخرى. إذن نعتبر الفصل الأول هو مرحلة الانطلاق لتقييم النتائج وتحسينها خلال الفصل الثاني والثالث وتحضيرا للامتحانات الرسمية. هنا أتحدث عن الفصول،
بالنسبة لكم ما هي، هل الفصل الثاني بالفعل أصعب الفصول لهذا كان لابد أن تكون هذه الدروس الاستدراكية؟ بالعكس، أصعب فصل هو الفصل الأول. الأول، لأنه أطول وفيه دروس كثيرة، وتقييم هذا الفصل يكون أيضا أصعب، ويمكن اعتبار الفصل الأول هو مرحلة تقييم لنجاح التلاميذ خلال الفصلين المتبقيين. يعني هذا الفصل ما يميزه يعني مقارنة بالفصل الأول سيكون أسهل من السابقه. هنا كذلك التحدي بالنسبة لكم في المؤسسات التربوية، تنبؤاتكم حول الكيفية التي سيسير عليها هذا الفصل، ما هي أبرز التحديات التي ستعرفونها؟ شوفي، بالنسبة لنا احنا لازم نقيموا الفصل الأول. في بعض الأحيان أقرأ بعض التصريحات لنشطاء أو لبعض النقابيين يقول باللي أن الفصل الأول كان كارثي وكانت نتائج ضعيفة وكانت وكانت وكانت. أنا مانيش عارف على أي أساس تم هذا الحكم، رغم أن وزارة التربية لم تصرح بأن هذه النتائج كانت متوسطة أو ضعيفة أو كارثية. عندما نقول ضعيفة أو كارثية، في أي مادة وفي أي طور وفي أي منطقة وفي في في الحجر الإحصائيات، ولا يجب أن نرمي الكرة في الجهة الأخرى وكأنه هو يعني لو كان في هذاك المكان لتحسنت النتائج وأصبحت جيدة، لكن لا يعرف ولا يقدر الظروف التي يعيش فيها أو يتمدرس فيها التلاميذ، ليس فقط في العاصمة، لازم يشوف في المناطق الداخلية، في المناطق الجنوبية، في الجبال، في الظروف تختلف. ثانيا، التربية أو قطاع التربية ليش تشارك فيه وزارة التربية فقط وحدها، يعني هناك قطاعات أخرى ووزارات أخرى تشترك معنا، يعني باش نحسنوا تمدرس ونقيموا تمدرس أولادنا، لازم نشوفوا مثلا على الاقل مثلا وزاره الداخليه الممثله في البلديات توفرنا اسباب فشل مثلا او ضعف النتائج المدرسيه في الابتدائيات، مثلا النقل من مهام البلديه، الاكل من اصبح الان اصبح الاختصاص تسيير المطاعم المدرسيه من مهام البلديه. يعني هناك عوامل لا نتحكم فيها نحن كقطاع التربية، وبالتالي تقييم نتائج الفصل الأول يجب أن يكون دقيقا بالمنطقة، بالمادة، بالطور، هل هو ضعف في النتائج في الابتدائي، هل هو ضعف في المتوسط، هل هو ضعف في الثانوي، هل هو ضعف في مادة ما معينة في التاريخ، هل هو ضعف في الرياضيات، هل هو ضعف في 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 الرسم، في الموسيقى، في الرياضه، الى اخره. ماذا عن الاطروحه او الروايه التي تتحدث عن كتب الجيل الثاني وعدم تكيف سواء الاستاذ او التلميذ مع محتواه؟ شوفي، بالنسبه للجيل الثاني انا اسمع كثيرا ان الجيل الثاني لم ينجح. انا اقول لك بلي الجيل الاول لم ينجح وليس الجيل الثاني. مازال ما قيمناش الجيل الثاني او لم يكتمل الجيل الثاني حتى نقيمه. أو حتى نقول نجح أو لم ينجح. نعطيك مثال فقط بالنسبة للجيل الأول، إحصائيات رسمية تقول باللي في 100 تلميذ اللي سجل في السنة الأولى ابتدائي يوصلوا 4 منهم إلى السنة الثالثة ثانوي، يعني باش يفوتوا الامتحان تاع البكالوريا. أي الإحصائية الثانية تقول باللي التلميذ اللي دخل في السنة الأولى في مرحلة الجيل الأول باش وصل الى السنه الثالثه الثانوي سنتين ضائعتين بسبب الاضرابات والتقلبات الجويه والاحتجاجات الى اخره. يعني لازم ننتظر باش نقيم الجيل الثاني، ننتظر حتى يكتمل وباش نقيمه. ما نقدرش نقولوا الجيل الثاني اليوم راهو فاشل، ماهوش فيه اخطاء. هذا الرفض دائما الذي نراه في اي تغيير، ماذا ينبئ أو ماذا يعبر؟ هل المدرسة الجزائرية غير قابلة للتغيير أو صعب إحداث التغيير فيها؟ ولهذا نلاحظ دائما هذه المقاومة. التغيير لابد، الإصلاح لابد، مواكبة التطورات الحاصلة
في العالم لابد من مواكبتها. يعني ما نبقاوش في يعني في نظام أو نعتمد على نظام تربوي خاص بالجزائر فقط، فهناك نظام عالمي لابد من مواكبته. المعلومات اللي راها تتغير لازم نمشوا معها، المعلومات اللي راهي ثابتة موجودة في كل العالم، البحر الميت مازال اسمه بحر الميت، والبحر الأبيض المتوسط مازال بحر الأبيض المتوسط، والكيلوغرام مازال هو نفسه يساوي 1000 غرام. يعني لابد من تغيير المفاهيم ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم. هذا هو لابد، يعني تغيير لابد، الإصلاحات لازم نواكبها مع ما هو واقع خارج. وما مدى قدرة التلميذ الجزائري على الاستجابة لهذه؟ شوفي، قدرة التلميذ نقيسها بطريقتين. أولا احنا شاركنا في 2015 في واحد البرنامج يسموه البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، اختصارا يسموه بيزا. بيزا هذه تابعه، او هذا البرنامج تابع للمنظمه الاقتصاديه او الدوليه الاقتصاديه للتنميه. تختبر التلميذ في 3 مواد، في القراءه وفي الرياضيات وفي في العلوم. كي نقولوا مثلا التلميذ الجزائري عنده قدره ولا ضعيف، يعني ترتيبنا في هذا البرنامج، يعني تخيلي باللي ترتبنا ما قبل الأخير، ما قبل الأخير في عدد الدول المشاركة. يعني هذا البرنامج لك الحرية أن تشارك أو لا تشارك. في 2015 شاركت 70 دولة، يعني احنا ترتبنا 69 في 69 68 في 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 القراءة. يعني التلميذ الجزائري بالنسبة لنا هو ضعيف. الامتحان الثاني هو مشاركة الجزائريين أو تلاميذ الجزائريين في أولمبياد رياضيات في ريو دي جانيرو. يعني ما تحصل عليه الطلبة المشاركين في هذه التظاهرة الأولمبياد الرياضيات، يعني يبين أيضا أن التلميذ الجزائري ضعيف. سبب الضعف هو كلنا نشارك في هذا الـ في هذا الـ في هذا الـ في هذا الضعف. وبالتالي هذا المشاركه نتاعنا في 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 برنامج الدولي لتقييم الطلبه، الوزاره قررت ان لا تشارك خلال السنه، يعني 2018، واعطت برنامج تكوين ليس فقط الاستاذ، يعني باش ما نتهمش الاستاذ باللي هو سبب ضعف. أنا يعني قلت أننا كلنا مشاركين في ضعف مستوى التلاميذ. الوزارة قررت أن تدير برنامج تكوين كل الفاعلين، كل الأعضاء الجماعة التربوية، كل الأسرة التربوية يدخلوا في التكوين لمدة 3 سنوات، بما فيها مدير تربية، رئيس المصلحة، المفتشين، مديري المؤسسة التعليمية، الأساتذة، حتى العمال المهنيين، حتى الإداريين يقوموا بعملية التكوين. ننتظر مدة 3 سنوات ونشارك خلال سنة 2021 بعد 3 سنوات أخرى، لأن العملية هذه كل 3 سنوات. يعني احنا راح نشاركوا في 2021 ونشوفوا مستوى التلاميذ تاعنا هل تحسن أم لا. نقطة مهمة، أشرت كذلك لأبرز المواد التي ربما يعرف التلميذ الجزائري فيها ضعف، من بينها الرياضيات وكذلك العلوم والقراءة. هنا نتحدث القراءة سواء بالنسبة للغة العربية أو اللغات الأجنبية. اللغة العربية أساسا نقصد بها اللغة العربية، وهنا لازم نفرق بين اللغة العربية المنطوقة والمكتوبة. يعني هناك جدل حول ذلك، حتى أنه هنا التلميذ، يعني لو نقول له عبر عن حادثة أو عن يعني عن شيء ما، نجده عاجزا عن 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 التعبير الكتابي. ثانيا المشكل يقع في الابتدائي،
الابتدائي، لان نقول ان بعض الاحيان لا نستطيع ان نتحكم في تعيين الحجاب او الحارس اللي في الابتدائيات، وهذا يحتاج الى تكوين ايضا. السبب الثاني هو ان مثلا نتائج تلاميذ السنه الثانيه ابتدائي، عدد المعيدين في هذه المرحله وصل الى 20 تقريبا بالمئه. السبب يرجع إلى اللغة العربية، يعني التلميذ يتكلم في البيت بلغة منطوقة، يعني بلهجة معينة في الجزائر تعرف، ولو يعني أن العامية ليست بعيدة كثيرا عن اللغة إيه. لا، لكن العربية. في بعض الجزائر، في بعض المناطق كاين اللغة لا يستعملون اللغة العربية كلهجة، يعني الميزابية والشاوية والقبائلية. سنواصل عند هذه النقطة سيد كمال نوالي، أضطر فقط لمقاطعة لأنه لدينا نقل مباشر من أحد المؤسسات التربوية بالينابيع وبالضبط بمتوسطة عينان السعيد، أين تلتحق بنا على المباشر موفد التلفزيون النهار. إلى هناك هاجس ليلف، صباحك سعيد هاجس ليلف. لا تفصلنا إلا تقريبا 10 دقائق على عودة التلاميذ والأساتذة إلى المؤسسات التربوية بعد هذه العطلة الشتوية التي عرفت كذلك دراسة من نوع آخر وهي الدروس الاستدراكية. إليك الخط هاجر زليلف، تفضلي. نعم، صباح الخير هاجر، صباح الخير مشاهدي قادنة النهار. كما سبق وذكرتي، اليوم ستعود الأسر التربوية إلى مقاعد الدراسة. سيلتحق أزيد من 8 ملايين تلميذ إلى مؤسساتهم التربوية موزعين على أزيد من 26 ألف مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية 3. اليوم بتاريخ الأحد 7 جانفي 2018 سيوثق دخول الفصل الثاني الذي سيدوم إلى غاية 15 مارس، أي عندما تبدأ العطلة الربيعية. جاء هذا الفصل مباشرة بعد العطلة الشتوية، وكما سبق وذكرت في العطلة الشتوية تم تخصيص الفصل الأسبوع الأول لحصص تدعيمية للتلاميذ المعنية بالامتحانات في نهاية السنة، وكان أيضا العطلة الشتوية مخصصة للتكوين للأساتذة الجدد الذين لم يلتحقوا بأقسامهم والذين اختيروا من القوائم الاحتياطية. واليوم سينطلق فصل جديد، فصل آخر سيدوم 2 ونصف، هو تقريبا أقصر الفصل القصير مقارنة بالفصل الأول. هو فرصة للتلاميذ من أجل تدارك النقائص للذين يعني تحصلوا على معدلات متدنية في الفصل الأول، وهو أيضا فرصة بالنسبة للتلاميذ الذين لهم امتحانات نهاية السنة من أجل اختبار نفسهم إذا كانوا يعني المستوى تاعهم تحسن أم لا، والاختبار نفسهم يعني إذا ولتحسين مستواهم أكيد يكونوا مروا على دروس تدعيمية. ولتفاصيل أكثر عن كيف مرت العطلة وكيف سيحضر للفصل الثاني، تحضر معي مديرة مؤسسة عنان سعيد التي نحن متواجدون بها. صباح الخير أستاذة. صباح النور. صباح النور. اليوم ستعود الأسرة التربوية إلى مقاعد دراسة، سينطلق فصل جديد فصل ثاني. ما هي الرسالة والنصيحة لتوجيهها للتلاميذ وللأسرة التربوية؟ شكرا. عفوا، النصيحة الذي وجهه إلى الأولياء أن الفصل الثاني فصل قصير، الفصل الأول كان طويل. هذا الفصل ما كانوش عندنا مشاكل في المؤسسة، لأن التلاميذ ils ont profité des cours de soutien qu'on leur a dispensé pendant les vacances d'hiver. En plus, عندنا الاستدراك، donc التلاميذ تاع سنة رابعة كل يوم كانوا حاضرون، وفرحت بزاف هذا الفصل الأول لأن خلال الدعم، حصص الدعم الفصل تاع الشتاء، التلاميذ كانوا حاضرين. دونك نظن أن الأولياء فهموا باللي إلي بريفيرابل، العفو ولا تكلم باللغة الفرنسية، il est préférable de profiter des cours de soutien que dispense l'institution étatique, c'est-à-dire chaque élève sera face à son professeur et le professeur est le seul responsable des lacunes de ses élèves. هذا يساعد التلميذ لانه يتابع دروس خصوص دروس تدعيميه مع استاذه في المؤسسه، وهذه الميزه اللي تميز بها المؤسسه انه تمارس استدراك يوميا للتلاميذ. ومن النتائج تاع الفصل الاول يعني كنت جد فرحانه، يعني وانتظر اكثر في الفصل الثاني. دونك vous m'avez posé une question،
النصيحة اللي نعاود نكرر اللي نمدها الأولياء هو أن يخلوا التلاميذ تاعهم يتبعوا الدروس اللي نمدوا لهم داخل حرم المؤسسة مع الأساتذة تاعهم وشنو المتابعة يوميا داخل المنزل. شكراً. يعني هي من المستحسن. شكرا أستاذ. إذن نتمنوا لهم التوفيق في هذه الأثناء. هاجر وكل مشاهدينا، يعني دق الجرس وسمح للتلاميذ بالولوج إلى فناء المدرسة من أجل تحية العلم، وهي العادة التي اعتادت عليها كل مؤسسات تربوية يوميا صباحا وفي حدود الساعة 8 يرفع العلم، تكون تحية العلم، ثم بعدها يتوجه التلاميذ إلى أقسامهم لمباشرة الدراسة. إذن كانت هذا حوار صغير مع مديرة المؤسسة. سننقل لكم صور دخول التلاميذ إلى المؤسسة والتحاقهم بمؤسساتهم مرة أخرى بعد دقائق فقط. نتمنى لهم كل التوفيق. هاجر زليلف وضيفتك مديرة طبعا متوسطة عنان السعيد بالينابيع بالعاصمة، جزيلة شكر لكما. نختم طبعا هذا الملف. سيد كمال نواري مهتم بشأن التربوي، جزيلة شكر لك على حضورك اليوم معنا، ويوم سعيد وموفق، خاصة أنه ستكون بداية لهذه بعد عطلة شتوية. شكرا لك سيدي الكريم. شكرا. خليني نقول كلمة أخيرة باختصار شديد. أنا وجه كلامي إلى الأولياء، زوروا المؤسسات، زوروا الأساتذة، راقبوا وليداتكم، تابعوا وليداتكم، وشكرا ويومك سعيد وعودة موفقة لتلامذتنا إلى المقاعد الدراسة. جزيل الشكر لك سيد كمال النواري. نتابع